وللحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية دكتور، كيف ترى قرار مجلس الأمن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية؟ طبعا يعتبر خطوة متقدمة، ولكن كما تعلم أن هذه القرارات تعتمد على كيفية التوظيف وكيفية استثمارها من قبل الحكومة اليمنية أو من قبل دول التحالف، وبالتالي حتى الآن هذا التصنيف يعني وضع حديث عن التزود بالسلاح، ونحن نعلم أن التزود بالسلاح لا يأتي بالطرق المباشرة، هناك تهريب الأسلحة وتوصل لهم بشكل مهرب، وهناك مصانع تجميع في اليمن، بالتالي يعني هذا الجانب الأساس، يعني ليس هناك لا يستطيع الحوثيين شراء الأسلحة ولا كذلك حتى السلطة الشرعية، وبالتالي هو تهريب ويتم تهريبه للحوثيين. هذا عنصر. العنصر الثاني، القرار استثنى الوضع الإنساني بحيث أنه لا يؤثر هذا القرار على الوضع الإنساني ولا يؤثر على الواردات والصادرات، بمعنى أنه حافظ على بقاء الحوثيين، أنه ورقة ضغط على الحوثيين للذهاب نحو مفاوضات نحو عملية سياسية. ومن هنا إذا لم يتم استثمار هذا القرار استثمارا جيدا وشاملا سيتم المرور عليه، بالتالي حزب الله هناك عليه حصار من الولايات المتحدة الأمريكية، الحوثيين من قبل تصنيف الأمم المتحدة، لكن إذا كان هذا التصنيف للحوثيين كجماعة إرهابية كان ينبغي أن يشمل الجانب الإنساني بقاء الواردات، ولكن ينهي التفاوض مع هذه الجماعة باعتبارها جماعة انقلابية وفقا للمواثيق الدولية والمرجعيات الدولية والانقلاب على حكومة منتخبة وعلى مخرجات الحوار. إذن هذا التصنيف ورقة ضغط للحوثيين للذهاب نحو مفاوضات، وربما حتى لعزل أو يعني لإيجاد استراتيجية تفصل الحوثيين عن إيران، بحيث أن الحوثيين تحت الضغط الآن، وبالتالي بالإمكان توظيف هذا للتخفيف من ربط الملفين، ولكن لن يكون هنالك فك ارتباط بين الملفين. ثانيا، كما تعلم في الأمم المتحدة ضاعت فلسطين عندما صوتوا بالانسحاب في 67 على تعريف، يعني في النسخة الإنجليزية الانسحاب من الأراضي المحتلة، وبالنسخة الفرنسية الانسحاب من أراضي، والعرب لم يكونوا يفقهون في فقه اللغة، لذلك الإسرائيليين قالوا أننا لم نحدد النسخة الإنجليزية from the land، وليس the land، ليس هنا معرفة هذه الأرض، وبالتالي بما يضمن أمن إسرائيل. بالتالي أنت تستطيع لو كنت قوي وتستثمر هذا القرار تستطيع أن تستثمره وتحقق كثير من الإنجازات، وخاصة ما يتعلق بقطع التفاوض مع الحوثيين باعتبار لدينا نماذج كثيرة من الجماعات الإرهابية. طيب، نعلم دكتور عبد الباقي أنه كان هناك محاولات حثيثة لحض مجلس الأمن على اتخاذ هذا القرار، الآن ما الذي تغير؟ يعني ما هو الشيء الذي أسهم في صدور هذا القرار بهذا التوقيت؟ أعتقد أن رفض الحوثيين للذهاب للانخراط في عملية سياسية، رفض مقابلة يعني ممثل الأمم المتحدة، حتى الآن هو هناك لقاءات في عمان وليس هنالك أي عملية سياسية، هنالك رفض أنهم يربطون هذا الملف بإيران بما يحدث من تفاوض حول الملف النووي، كما أنهم أيضا يستثمرون هذا الوقت لتحسين مواقعهم خاصة وأن السلطة الشرعية ضعيفة. إذن هم، وثالثا يعني الحوثيين من هذا الارتباط الإيراني الحوثي باستثمار اللحظة الرمادية، هذا يوظفونه بشكل جيد. الآن هناك ضغط على الحوثيين، لكن كما قلت لك الموضوع في غاية الخطورة، يعني الآن نحن في فلسطين، في العراق، في لبنان مسلحين بقرارات، لكن أنت لا تستطيع تستثمر هذه القرارات، بالتالي تصنيف الحوثيين الآن كجماعة إرهابية، وفقط يعني ركزوا على زاوية، لأن هنالك عدم الانخراط في العملية السياسية، هنا قصف الإمارات،
هناك الملف الحوار الإيراني، الملف النووي الإيراني. هذا ثانيا أن الغرب سيحافظ على الحوثيين، يريد الحفاظ عليهم، هو عملية ضغط، بمعنى يريدون النموذج العراقي أن ينتقل إلى اليمن. لكن هل نحن سنحاول أن ننقل النموذج العراقي المنفلت الهش الذي هناك تفجيرات وهناك جماعات فوق الدولة؟ هذا يتوقف على النخب السياسية، يتوقف على دول التحالف كيف يمكن تستثمر، كيف يمكن يعني يشمل هذا التصنيف، ليس فقط السلاح، يشمل أيضا قطع التفاوض مع هذه الجماعة وإيكال السلطة الشرعية بإنهاء هذه الجماعة المتمردة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني. دكتور عبد الباقي، يعني ما يحدث الآن في أوكرانيا وبالمقابل روسيا و لربما تهديدها بالسلاح النووي بالفعل، يعني لابد أن يلقي بظلاله على الملف النووي الإيراني. السؤال هنا إلى أي مدى باتت الدول الغربية وحلف الناتو ومن ورائها أمريكا ويعني المجتمع الدولي ككل على تحمل المماطلة الإيرانية في هذا الملف بالذات؟ أعتقد أن الملف الإيراني مرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبار أن إيران ربما يتم الوصول معها إلى التوافقات بحيث أنها تصبح قوة مهددة في المنطقة. وهذا، وأنا سأذكر بحديث قلت أن هناك شراء أسلحة من إسرائيل، وبالتالي أصبح التسليح ليس لمواجهة العدو الإسرائيلي وإنما لمواجهة الخطر الإيراني. الغرب يريد هذا، وإيران تشكل تهديد حقيقي علينا وتستثمر هذا الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. ما يحدث في أوكرانيا اليوم مع روسيا هي هناك صراع مصالح أيضا، لأن هناك تنسيق بين روسيا والصين لإيجاد مجتمع يعني عالم متعدد الأقطاب. الصين الآن تريد أن تظهر، روسيا تريد أن تستعيد مكانتها، وهناك ألمانيا تريد تستثمر ما يحدث في أوكرانيا حتى تظهر، حتى تعمل تحول في سياستها التسليحية وفي موقعها في أوروبا. ولهذا ستلاحظ رفعت ميزانيتها في التسليح، وبالتالي ستحاول إيران ألمانيا أن تعود إلى المشهد الدولي كلاعب رئيسي في المنطقة. ولكن هناك خلافات كبرى، وهناك استثمار، وما الآن وهناك ازدواجية. يعني ماذا حدث في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؟ ألم يقوموا بتدمير العراق ثم طيب يعني هناك ازدواجية إخلاقية وسياسية مع العالم، وأعتقد أن العالم سيخرج إلى شكل جديد بعد ما تؤول إليه المعركة في في أوكرانيا. نعم دكتور عبد الباقي، يعني بالعودة إلى موضوع تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، هذا التصنيف يعني هل من الممكن أن تنعكس أو يعني تجري أو نرى انعكاساته على الساحة اليمنية عما قريب، أم لربما إذا طبق بالفعل سنرى آثاره على المدى البعيد؟ يمكن لنا استثماره طالما أن هنالك ما يسمى بحجر أساس، وهناك فعل أولي وله قيمة رمزية وسياسية وإخلاقية وأيضا قانونية. إذا استثمر هذا التصنيف وقمنا بكشف ما يقوم به الحوثي من زراعة ملايين الغام، من تجنيد الأطفال، من التعنيف الجنسي، من الاستيلاء على الدولة، من نهب المساعدات الإنسانية، من تهديد الملاحة الدولية، من تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال العلاقة بحزب الله وبالسلطة في سوريا وبالميليشيات في العراق، إذا تم استثمار هذا وإيصالها للرأي العام، أنت لديك الآن تصنيف دولي، وهذا سيعمل له صدى. كيف نستثمر هذا لكشف جوانب أخرى؟ إذا اكتفينا بهذا التصنيف المجتمع الدولي لن يدافع عنا، يعني لابد أنت من يتحرك، أنت صاحب الحق. ويعني كثير من النصوص الدولية والمواثيق الدولية، أليس لدينا مخرجات حوار؟ أليس لدينا مرجعيات أمم المتحدة؟ أليس الإمام تحت الفصل السابع؟ لماذا ترك الحوثي ينقلب ويستولي على السلطة ونحن تحت الفصل السابع؟ هناك موافقة دولية، إذن كيف يمكن لنا نحن الآن نحرج الغرب ونفاوض الرأي العام الدولي؟ لاحظ كيف يستثمر الرئيس الأوكراني ما حدث في أوكرانيا واستثمر الموقف الدولي والرأي العام. نحن لا نستثمر ذلك، لا نستطيع أن نبني فوق هذا التصنيف ونعمل يعني تراكم وكشف الجوانب المختلفة ليكون تصنيف شامل يؤدي إلى تحسين الموقف التفاوضي
مع السلطة الشرعية، بحيث أن الحوثيين يسعوا دائما إلى حوار مع السعودية والإمارات وليس إلى حوار مع السلطة الشرعية باعتبارهم هم السلطة، وهذا لعبة خطيرة في إدارة طيب المعركة الاستراتيجية. دكتور عبد الباقي، باعتقادك سريعا لو سمحت لي، هل هذا القرار فعلا أزعج إيران؟ هل سيؤثر عليها لاحقا؟ طبعا، لأنه التصنيف بحد ذاته يعني أن هناك جناح من أجنحة الحرس الثوري تم تصنيفه كجماعة إرهابية، ككيان كامل وليس كأفراد، هذا كما قلت لك ضربة قوية. وأعتقد الإمارات رغم أني لا أثق كثير بإدارتها، هي الآن استلمت رئاسة مجلس الأمن، تستطيع أن يعني تستند إلى هذا التصنيف ليشمل يعني موقفا دوليا، ليقوم بالضغط على الحوثيين للتحول إلى حزب سياسي مع محاكمة القيادات التي ارتكبت الكثير من الجرائم الإنسانية. غير ذلك سيصبح قرار ولن يحدث فارق. كما تعلم العراق ولبنان أو فلسطين هناك قرارات دولية كثيرة، هناك جماعات إرهابية كثيرة، علينا أن نستثمرها وعلينا أن نبنيها ونراكبها ونكشفها للرأي العام بلغات مختلفة، هذا سينجح. الفرح والتهليل بالتصنيف لن يؤدي الى 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 نتائج ملموسه اذا لم يتم استثماره. انا اعتقد ان هذه خطوه ايجابيه، كيف يمكن استثمارها؟ هذا يتوقف على الاستراتيجيه استثمار التصنيف والضغط على ايران وعلى الحوثيين وحزب الله والجماعات العقائديه في العراق. نعم، إذا كنت ضيفا عبر سكايب من أمستردام، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.